إنه حكيم زياش. حكيم زياش لا بد لي أن أقف معه وقفات قبل أن أتحدث عن هذا الموقف. أولا، زياش معروف جدا ببره لأمه، ولقد رأيته في كثير من الفيديوهات كيف يقبل يدها وكيف ترفع يديها دائما تدعو له، فلا يتركها أبدا. وهذا إن شاء الله تبارك مما يحسب له، فإن أعظم ما يتقرب العبد إلى الله بعد توحيده بره بوالديه، فوالده مات رحمه الله، ووالدته الجنة تحت أقدامها، أمك ثم أبوك، هذا يحسب له، وهو قدوة لكل الشباب. يا الله. ثانيا، هذه المسألة الثانية، هو ممن يحافظ على الصلوات كما نرى. ثالثا، وهذه المسألة المهمة جدا جدا جدا، لم يرى أبدا في موقف مع امرأة عارية أبدا، فهو مثال الشاب الطاهر النقي الذي لا يخضع للشهوات ولا تغريه أبدا تلك الحياة المنبطحة المتحللة من الأخلاق التي تداس فيها القيم. وقد رأيت مع إحدى المشهورات أرادت أن تسلم عليه، فقام بالانسحاب بطريقة مباركة طيبة سلسة جميلة، حتى تحدث الجميع على أنه إنما يستنكف كما قالت تلك، تعرفون. فهذا يحسب له، كل هذه إنما هي نابعة من تدينه، من طيبة شخصه. رابعا، ما يذكر عن الأعمال الخيرية التي يقوم بها، فإني سمعت وعلمت من مصادر شتى، خاصة وهو من المنطقة الشرقية، سمعت لأنني أعرف هذه العائلة، عائلة زياش من أحفير ومن هذه الجهة إن شاء الله تبارك وتعالى، سمعت بإذن الله أنه يقوم بأعمال خيرية في السر، ولا أكتمكم وأخفيكم أن أعمالا طيبة قام بها. لا إله إلا الله. رابعا، إذن فهو قدوة في الخير، وهو مشهور، والشهرة لا تبتغى لذاتها، إنما الشهرة عطاء رباني، لا ينبغي أبدا للشهرة أن تجعلك تغتر وتعجب بنفسك، ولكنها عطاء رباني لينظر الله تعالى أتشكر أم تكفر. فالرجال يستثمرون شهرتهم، جاههم، سيادتهم، يستثمرونها في خدمة دينهم، في خدمة أمتهم، في خدمة قضاياهم. ولذلك فنعمتي، نعمتي كما قلت، نعم المال الصالح بيد الرجل الصالح، فنعمتي الشهرة لمشهور يستغل شهرته في خدمة قضايا الأمة وخدمة أبناء بلده وخدمة المسلمين. يا الله يا الله. ولذلك نشر أخيرا موقفا عظيما في زمن يخذل فيه الحق وينجرف الناس مع الباطل، وقف مع أم القضايا، مع قضية أمة رسول الله، مع فلسطين، مع المظلومين هناك، ليواجه هذا الباطل الجارف. ولأنه مشهور فإن لموقفه أثر وشعاع ونور يهتدي به كثير من الناس، فجزاه الله خيرا، وقف ضد طوفان التزلف للمبطلين والانبطاح للمتخاذلين والمخذلين والمعوقين، فجزاه الله خيرا وأحسن الله إليه وسجل هذا الموقف المبارك. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. سابعا، أقول للجميع إن الدنيا هي دار ابتلاء واختبار، وأنها تمر بسرعة، وخير ما يخلف الإنسان بعده الأثر الطيب الذي يذكر به في الدنيا ويبيض وجهه عند لقاء ربه بذلك الموقف في الآخرة. فالإسلام مواقف، وخاصة مثل هذه وفي مثل هذه الظروف، فإن الموقف في هذا الزمان الذي انسلخ الكثير الكثير من هذه الأمة ووقف مع الباطل لا يعظم أجره على قدر مشقته وغربته، فطوبى للغرباء، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن سعى لإصلاح فساد الأمة عند فسادها فله أجر 50 شهيدا. قالوا أمنا أم منهم؟
قال بل منكم لأنكم تجدون على الخير عوان وهم لا يجدون. فهذا موقف عظيم لموقفي لنصرة الحق لنصرة إخواني المستضعفين. فبيض الله وجهك أخي في الدنيا والآخرة، وأسأل الله تعالى يرزق أن يرزقك التوفيق. وأعلم أنت وغيرك وجميع المسلمين أن الوقوف مع الحق لن يحرمك فضلا يأتي به الله، ولن يعجل بحتفك، فالآجال والأرزاق مقدرة عند ربك، فلن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. لا إله إلا الله. أخيرا لا يسعني إلا أن أقول لك جزاك الله خيرا وأتم عليك رضا الوالدة. أسأل الله يشملك برضا والدتك وبرضا المؤمنين، وأن يحفظك ربك سبحانه عز وجل في حلك وترحالك، وأن يجري على يديك الخير الكثير، وأن يجعلك قدوة للخير، فإن قدوة الخير يأخذ أجره وأجر من يقتدي به إلى يوم القيامة. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.